السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العرق دساس، هذه العبارة وردت في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. ورغم أنه حديث ضعيف، لكن هناك أحاديث أخرى في هذا الجانب تعضد فكرته. وإليكم هذه القصة لتعرفوا مقصد المثل. يحكى أن رجلاً دخل إلى مملكة وراح يتجول في شوارعها وهو ينادي: أنا رجل سياسي، أحل كل المشاكل وأصلح بين المتخاصمين، أنا سياسي. سمع الملك نداءه وطلبه إلى مجلسه وقال له: سأعينك سائساً تعتني بفرسي الخاصة. قال له: يا مولاي، أنا سياسي ولست سائسا، وليست حرفتي تربية الخيول. أجابه الملك: هذا أمر ملكي، اذهب واعتني بفرسي وإلا قتلتك. ثم أمر الملك بوجبتين للرجل، أرز وحساء شرب بها كل مكونات اللحوم في الغداء والعشاء بدلا عن أتعابه. بشر الرجل تربية الفرس أياما ثم هرب. فقبض عليه حرس الملك وقدموه له. سأله الملك عن سبب هروبه، فرد الرجل: سأخبرك عن عيب فرسك، ولكن امنحني الأمان. قال الملك: منحتك الأمان، ما عيب فرسي؟ رد الرجل: فرسك ليست أصيلة لأنها لم ترضع من حليب أمها. غضب الملك من كلام الرجل واتهمه بالكذب وزج به في السجن. ثم أمر بإحضار السائس السابق وسأله: من أين أرضعت فرسي؟ قال السائس: عندما ولدت فرسك ماتت أمها، فلم أجد لها حليبا سوى من بقرة كانت في الحظيرة. خفت من بطشك فأخفيت عنك الخبر. أمر الملك بإحضار الرجل من سجنه، ثم سأله: كيف عرفت أن فرسي لم تكن أصيلة؟ قال الرجل: الفرس لا يبحث عن الكلأ والعشب، بل يحضر إليه وهو رافع رأسه. فرسك كانت تتصرف كالبقر، تبحث عن طعامها وتطأطئ رأسها له. أعجب الملك بفراسة الرجل وأمر بأن يجعله مستشارا لزوجته الملكة. رفض الرجل، لكن الملكة هدده بالقتل، فامتثل الرجل لأوامره. ثم أمر الملك بتزويد الرجل بوجبة عبارة عن دجاجتين في الغداء ودجاجتين في العشاء. عمل الرجل مع الملك أياما ثم هرب. فألقى الحارس القبض عليه وقدمه للملك: ماذا وجدت في زوجتنا الملكة حتى هربت؟ الرجل: هل ستمنحني الأمان لو أخبرتك؟ الملك: نعم لك ذلك. الرجل: زوجتك ملكة، ولكنها ليست ابنة ملوك كما تتصور. غضب الملك وأراد التحقق من الأمر، فسافر إلى والد زوجته في المملكة المجاورة، وعندما اختلى به وضع السيف على رقبته وقال له: أخبرني ما حقيقة نسب ابنتك لك. قال له الوالد: نعم، هي ليست ابنتنا من صلبنا، كانت عندي ابنة عمرها عامان ماتت مريضة، وكنت قد اتفقت مع والدك على تزويجها لك عندما تكبر، وعندما ماتت أحضرت طفلة من الغجر وربيتها على أنها ابنتي ثم زوجتها لك. عاد الملك إلى مملكته وسأل الرجل: كيف علمت بأصل زوجتي؟ فقال له: من طباع الغجر أنهم يغمزون حين يتكلمون، وزوجتك كثيرة الغمز في الكلام. زاد أعجاب الملك بالرجل وقرر تعيينه خادما لأمه. حاول الرجل الهرب، لكن الملك هدده بالقتل، فقبل أوامر الملك بأن يضع له خروفين يوميا في غدائه وعشاء. وبعد أيام هرب الرجل، ثم أحضره الحرس إلى الملك فسأله: ماذا وجدت في أمنا؟
الرجل: هل ستمنحني الأمان؟ الملك: نعم، قل ما عندك، أنت لست ابن والدك الملك. غضب الملك وأودع الرجل السجن، ثم ذهب إلى والدته وسألها عن الموضوع. حاولت الملكة الأم التهرب من الإجابة، ثم استسلمت معترفة: كان زوجي الملك عقيما، ومع ذلك كان يتزوج في كل عام من بنت من بنات المملكة، وبعد 9 أشهر يذبحها إذا لم تنجب، حتى تزوجني فاضطررت إلى معاشرة طباخ القصر فأنجبتك. عاد الملك إلى القصر وأمر بإحضار الرجل، ثم صرخ قائلا له: تبا لك، كيف عرفت سرا خطيرا كهذا؟ رد الرجل: الملوك لا يكافئون بالطعام، وأنت كل مكافآتك لي كانت عبارة عن تزويد بالطعام، والملوك لا يكافئون بالطعام. أقول: كل الناس خير وبركة. هكذا نحسن الظن بالجميع، والله خلقنا مختلفين طبعا وشكلا ونسبا، لأن في ذلك تأسيسا لعمارة الأرض، ولكننا حين نختار علينا أن نعرف أن الجينات الوراثية تتحكم في شخصية الفرد وطباعه، وأن الإنسان لا يكتسب الطباع الحميدة كالسلوك الحسن والقلب الطيب، أو الطباع الخبيثة كالكذب والأنانية من البيئة فحسب التي نشأ فيها، أو الأشخاص المحيطين به فحسب، بل هي خصال يكتسبها عبر الجينات الوراثية الخاصة بالأبوين أو أحد الأقارب. فأنت حين تختار شريكا أو صديقا، صحيح أن عليك أن تحرص أن تختار ما حسن من الأعراق، ولكن عليك أن تعرف أنك أنت أيضا عرق دست فيك خصال بعضها يرضاها الآخرون وبعضها يتمنون تغييرها، وأن عليك أن تتخير في طباعك كما تسعى لتتخير في طباع غيرك، ومهما كان العرق دساس، ألا أن التربية وتزكية النفوس وتهذيبها ومحاسبتها تساعدك على امتلاك نفسك، لأنه مهما اختلف الأصل عن الفرع وشذ العرق، إلى أن الفرع في الغالب لا يكون عكس أصله، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. صدق الله العظيم.